على ذكر الارقام، احنا معانا على تليفون استاذ صبري عثمان مدير خط نجده الطفل، مهم عندنا ان احنا نفهم منه برضو اكتر. استاذ صبري ازاي الصحه يا فندم؟ مساء الخير يوسف بيه، ازي حضرتك وعارضين حضرتك الكريم دكتور جمال، ربنا يخليك يا استاذ. خليني اتفق مع اللي حضرتك قلته يا استاذ يوسف، نغمض عينينا وانت ريحتنا وقطعت معانا شوط كبير في مطالبنا ان احنا محتاجين تغليظ العقول طبعا. ودكتور جمال كل اللي قاله نتفق معاه، والعلامات واضحة، وبيجي لنا أطفال بالشكل ده، وللأسف الأسر ما عندهاش أسس تربية إيجابية يا دكتور جمال، ما عندهاش وعي إزاي تربي أطفالها اللي تفتح مجال للطفل مع الأسرة مع الطفل، لو حصل له حاجة يشتكي تلحقه، تخليه يحترس من التعامل مع الغرباء. دي مشكلة بتواجهنا دكتور جمال. أعتقد أستاذ صبري إحنا في عندنا مشكلة تانية بقى جنب دي وملاصقة ليها، بس صححني إذا كنت أنا غلطان. عندنا مشكلة بتتحط تحت مسمى العيب. احنا مش عاوزين فضيحة. انا مش عايز الواد يتعلم عليه، مش عايز البت يتعلم عليها. احنا مش عاوزين الموضوع يكبر، فنقول لهم لازم تبلغوا علشان نعرف نجيب حق العيال. يقول لك خلاص احنا هنبقى ناخد بالنا. مش بتحصل لكم الحكاية دي؟ دي يا يوسف بيت توجه للأسف تحدي بيواجهنا، ان بتجيلنا ساعات اسر في بعض الاحيان الطفل زي ما قال دكتور جمال من شويه عنده بعض الاضطرابات، خوف، قلق من حاجه، فهي جايه تعالجه مش عارفه. لما الزملاء بيقعدوا معاه بيكتشفوا ان الطفل او الطفله سبق له التعرض لتحرش او اكتئاب، وزي ما قال دكتور جمال بالظبط، من قريب من العيله احيانا من الاب نفسه. فنفاجئ ان الام بتقول انا مش تخربوليش البيت، انا عندي اطفال ثانيه، انا مش عاوزه فضايح، البنت هتتوسم بيها، الولد هيتوسم بيها، ونفضل في حوار مع الاسره. الطفل ضحيه، الطفل مدني عليه، المجتمع مش هينزل له ان هو ابدا متهم ولا ان هو شخص سيء. ساعدينا انه نطلعه من الحاله النفسيه، الحاله دي هتيجي بجزء من العلاج النفسي، وجزء انه يحس الطفل من جواه انه خد حقه، خد حقه من اللي تعدى عليه حتى لو كان قريب منه. ولذلك الواقع النهارده السيدتين المحترمتين اللي في معمل المعادي اللي ساعدونا بالفيديو، اولا انقذوا الطفله، ثانيا شهروا المتهم وساعدونا ان احنا نوصل له، ده شيء ايجابي. المجتمع كله يا يوسف بيتعامل معانا، اللي يشوف طفل في خطر انسانيا يساعده، ده طفل لا حول ولا قوه، مش قادر يقول الحقوني، ومش قادر يفسر انه متعرض لخطر او تهديد. كمان واجب قانوني الماده 98 مقرر بقانون الطفل، بتدعو كل من علم بتعرض الطفل للخطر ان يقدم المساعده الممكنه. احنا ما بنقولش لحضراتكم روحوا القسم واعملوا محضر واستنوا واعملوا محضر او روحوا للنيابه. اسهل حاجه وابسط حاجه اتصل بخط نجده الطفل، في سريه تامه للبيانات، في سريه للمعلومات على رقم 16000، في رقم واتساب 011 021 21 600، ابعتوا رسائلكم في صفحه المجلس، اشتكوا قولوا في مشكله، شايفين طفل في خطر، لكن هنغمض عينينا ونغض البصر عن اللي بيحصل، نوصل اللي احنا فيه. يوسف بيه، يوسف بيه، احنا يناير وفبراير بس من هذا العام 2021 تلقينا 105 بلاغ اعتداء جنسي. ده اللي تلقيناه، ده اللي وصلنا، لكن حضرتك اللي ما وصلناش بقى تحت مسمى الخوف والعيب. النهارده في التوقيت اللي كنا بنتكلم فيه على وقع تحرش هذا الشخص في المعادي، كان قصاده في جنوب الجيزه في مدينه الصف، لدينا ثلاث أطفال تعرضوا لهجة عرض من ثلاث شباب كبار، ضحكوا عليهم قال لهم تعالوا نعلمكم سبيت، وخدوهم واعتدوا عليهم جنسيا. ففي حاجات ما ينفعش تسكت عليها، ومساعدة الأطفال إنها تتكلم وتلحق نفسها بدري وتقول. النهارده اللي بيهدد زي ما قال دكتور جمال، يهدد الطفل هموتك وهذبحك وأعمل وأسوي فيك، الطفل بيتعرض لاستغلال مستمر واعتداءات مستمرة، والعواقب بتبقى وخيمة. لكن لما الحق طفلي في الأول ويقول لي إنه في مشكلة أقدر أساعده بسرعة، ومن قبلها وقبلها يبقى عالي التدخل ووقائي. طب قول لي الأرقام تاني، قول لي الأرقام تاني يا فندم بعد إذنك علشان نكتبها على الشاشة بعد إذن حضرتك. في شهر يناير وفبراير 21 هذا العام تلقينا 105 بلاغ اعتداء جنسي. لا أنا عايز أرقام التليفونات، أنا هرجع للأرقام ال 105 بلاغ دول. أرقام التليفونات لدينا الرقم 16000. ايوه، ده متاح 24 ساعه في جميع يعني في جميع الاوقات فيها الاجازات والعطلات. 1-6-3-0 1-6-3-0 لدينا رقم واتساب ايوه 011 0 21 21 600.
اللي مش قادر يكلمنا لاي سبب من الاسباب ممكن يبعت رساله يحكي مشكلته، لو عاوزنا نكلمه احنا نكلمه، احنا لو هو مش عاوز تليفونات ويبعت البيانات اللازمه على الواتساب موافقين، ممكن يخش على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الصفحه الرسميه لمجلس القوم والطفوله والامومه يقدم بلاغ. واحنا دايما الدكتوره صاحب الصنباطي الامين العام بتجدد وتزود في اليات الابلاغ عشان يبقى خدمه تلقي الشكاوى والابلاغ عن الانتهاكات متاحه للجميع بكل شخص حسب الوسيله، لكن مش مطلوب نغض بصرنا ولا نغمض ايدينا والنتيجه نوصل للي احنا فيه. الشخص اللي قدام حضرتك ده والدكتور جمال يصلح ممكن يصحح لي هذا الكلام، دي مش اول وقعه، مستحيل، ما حدش يقول دي اول مره. لا ده واضح ان هو اعتاد واحترف استدراج العيال الصغيرين. والناس ده مرض، والدكتور جمال يشرح لنا بقى البيدوفيليا ده وضعه ايه؟ منطبق عليه ولا لا؟ ده مرض، احنا عندنا حالات كده. احنا لدينا حاله قريبه بدون ذكر تفاصيلها، الاب كانت الام مش واخده بالها، لما البنات راحوا اشتكوا لها بيتحرش بالبنات. بناته والاطفال الثلاثه في البيت معاه بيتحرش بهم يوميا والام مش واخده بالها. ومش واخده من العلامات اللي قال عليها الدكتور جمال ولا واخده بالها، لحد ما البنت فاض بيها ودخلت قالت لا. فمحتاجين الاسر توعي اطفالها اكتر، تهتم باطفالها اكتر، خد بالك من ده ومن ده، حتى بابا حتى اخويا التعامل معاه عند حد معين. طبعا الجسد له حرمه، ما حدش يلمس جسدي ولد او بنت يا يوسف بيه، لان النهارده بتتساوى عندنا للاسف قضايا انتهاكات الاطفال على الولد وعلى البنت. اه طبعا طبعا طبعا. طب بيعتمد على الصبيه وعلى البنات، ما بيميزوش. انا هنا اللي عنده هذا المرض ما بيميز. هل 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 يصبح باعتباركم اهل التخصص يعني، ودكتور جمال ايضا يشاركنا في ده، ويمكن انا عايز نطول في المكالمه اكتر ويشاركنا فيها دكتور جمال، المساله انه هل لازم ان انا اعلم ده للولاد في المدارس؟ وهل يصبح من المناسب لدى فئات من اولياء الامور اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا في مهن بسيطه بتخليهم ينزلوا الشارع زي والده الطفله دي، ست بتبيع مناديل، ست على قد حالها، تعليمها على قد حاله، وعيها على قد حاله، وهكذا. يعني احنا لازم نعلم كمان الاهالي البسطه دول ازاي يحافظوا على عيالهم، بخلاف انه فكره عماله الاطفال اصلا غلط، لكن هتعامل مع امر واقع. مع التحفظ عملت الاطفال ومع تحفظنا حتى هذه اللحظه هننتظر تحقيقات النيابه، وضع الطفله كان في الشارع ليه ومين اللي معرضها لخطر الشارع، ده امر هيتحقق مع يتحقق فيه النيابه واكيد هيراعى مننا وهيبقى تدخل طبعا. لكن خليني اقول الاسر البسيطه اللي حضرتك قلت اللي بتبقى متواجده في الشارع مش في تسول ومش في بيع مناديل، في شكل اخر ايام ما كان، والظروف شاءت ان الطفل معاه يتساوى بالنسبه لنا زي الام اللي من مستوى اجتماعي مرتفع شويه وبنتها معاها في النادي. ما احنا عندنا انتهاكات من مدربين في نوادي، عندنا يعني الموضوع بالنسبه لنا متساوي، مش للاسف يا يوسف بيه ما عادش في وسط اجتماعي معين يعني. كانوا يتلككوا لك ويقول لك هو الولد اتحرش بنت ليه؟ اصلها لابسه ضيق، اصلها كشف شعرها، اصل هو عنده ما اعرفش ايه. النهارده الجريمه بتاعتنا دي هدمت كل الكلام ده، دي طفله شفنا حالتها البسيطه، طفله لا حول ولا قوه، لا تتعدى 6 سنين، وهو هذا الشخص انيق ومشيل البدله وجرافطه والنضاره عامل نفسه برنس وقمع في نفسه قوي قوي، قمع يعني. الكتالوج عندنا مفيش كتالوج يا يوسف بيه، ما تقوليش حضرتك مستوى اجتماعي، لا مفيش. طب اصل البنت هي اللي اغريته، اصل لابسه ضيق، اصل واصل، مش موجود، ده طفله. الواقعتين اللي عندنا الاسبوع اللي فات الماضي، طفله معتدى عليها عمرها 2.5 سنين، لا حول ولا قوه، العمرانيه من ابن عم زوجها ابوها اللي عنده 20 سنه دي، فيها ايه الطفله عشان تدي عليها؟ الطفله زيها 5 سنوات في مركز دائره شرطه مركز العجوزه، جارهم 54 سنه اعتدى عليها جنسيا، ده برضو ايه؟ ده مرض، ده مرض محتاجين نواجهه كلنا، نواجهه تمام يا فندم، نواجهه بالتوعيه ونواجهه بتغليظ العقوبه. طبعا طبعا، ان الواقعه اللي احنا شفناها المؤسفه اللي هزت مصر كلها، واحنا نحيي جموع المواطنين المتعاونين معانا ومتضامنين وساعدونا وشاركونا في التصدي لهذه الجريمه النهارده والتعليقات بالرفض عليها، مين يقول ان هذه الجريمه هتك عرض؟ الماده 269 من قانون العقوبات بتقول عقوبتها السجن المشدد مده لا تقل عن 7 سنوات. ده في تحرش ولا هتك عرض؟ ده هتك عرض يا فندم، لانه العقوبه اقصاها 7 7 لا يا فندم، السجن المشدد مده لا تقل عن 7 سنوات، لا تقل وتصل الى
لا تقل بقى عن محكمة مسافة قدامها أو العقوبة قدامها. والله ربنا يقدر المحكمة ويخبطوه 25. لكن خد بالك يا يوسف، بنت عندك مشكلتين. آه والله، يعني عندك أنا محامي أرجو السادة القضاة إن هم يخبطوه 25 30 أقل ما يستحق. لو عندنا عقوبة تم أنا عايز نفسي نستحدث عقوبة السجن مدى الحياة، دي بقى أنيل من الإعدام. أنت بتواجه برضه من منظمات دولية يا يوسف آه والله، بالاعتراض على السجن الطويل وعلى عقوبة الإعدام. لا اللي عاوز يعترض بقى يورينا نفسه بعدين. لكن أنا مش عايز هوسة. خلينا نقول إن إحنا العقوبة مش مرضية بالنسبة لنا، محتاجين تغليظ العقوبة، محتاجينها تصل للمؤبد زي الاغتصاب، ما هياش أقل منها، لأن في كل الأحوال هو استطال المتهم لأماكن عرف بأماكن من عرف. صحيح صحيح، للأسف أضرها كارثة نفسية. كارثة يا أستاذ صبري، كارثة نفسية. كارثة. أنا عايز أشكرك جدا أستاذ صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، شكرا جدا.